عن السكر. السكر تأخذ مايل عمره 17 سنة، تأخذ يا ابني ترمس مر كده مطحون مثل بودرة، حلبة مطحونة مثل بودرة، بزر الكزبرة مطحون مثل بودرة، تخلطهم وتصف ملعقة صغيرة صف، تشرب بعدها ماء قبل كل وجبة، زائد تشرب بزر شوك لجمال كبسولة كل يوم 3 مرات حتى تكمل علبة. أصلي تجيب إيطالي أو فرنسي، فرنسي أو إيطالي أحسنت، زائد تأخذ بزر الحب الرشاد بدون طحن كده مع علبة زبادي خاثر يعني يوغورت فرش، تخلطهم وتاكلهم قبل كل وجبة 40 يوم. تأخذ كبسولات اسمها الراوند، الراوند علبة صغيرة تشرب حدا واحد الصبح واحد المساء حتى تكمل علبة. ممنوع تأكل مقالي نهائيا، إذا اشتهيت تأكل مقالي بتقلب زيت زيتون شوية بالشهر مرة مرتين ثلاث، بس بشوية زيت زيتون. اشتهيت تقلي سمكة مثلا شوية زيت، ما تحط لي شوي بالشهر مرتين ثلاث ما في مشكلة. ممنوع تأكل أي سكر، حتى لو قلوا لك هذا ترى ما في شيء لا تصدقهم، أكل بس عسل وباعتدال شديد. ممنوع تأكل أي زيت بالدنيا إلا زيت الزيتون وباعتدال شديد، وتلعب الرياضة، تمارس الرياضة يوميا خاصة صباحا. السؤال اللي بعد النابلسي جاوبتك، النابلسي جاوبتك، لا تكرر السؤال. السؤال اللي بعد ارتجاع المرج، جعدة مجففة زائد بذور الشمر أي الشمر الشمرة زائد بابونة قشر بلوط لحاء شجر البلوط خفيف بيجي حبة البركة وعشبة اسمها قنطريون، زهرة زهرة وعشبة اسمها قنطريون، ممكن نوع كده تطحنها مثل بودرة وتصف ملعقة صغيرة صف وتشرب بعدها شوية ماء قبل كل وجبة، بس تكملهم خلاص تنحل المشكلة نهائيا إن شاء الله تعالى. الشقيقة، الشقيقة تأخذ زيت الجرجير وزيت النعناع تفرق بهم راسك قبل تنام شوي، تفرق بهم راسك زين زين قبل تنام، والصبح تغسل راسك إذا تبغى، إذا تبغى أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، باليوم الرابع والخامس تفرك راسك بزيت كبد الحوت، زيت كبد الحوت، باليوم السادس والسابع والثامن ترجع تدهن بزيت الجرجير مع زيت النعناع قبل تنام، يعني صاروا 8 أيام. زائد تأخذ بزر كتان عمرك 8 سنين، 8 سنين تأخذ بزر كتان كده كده تنقحهم من ماء بارد لمدة ساعة، بعدين تأكلهم وتشرب الماء قبل كل وجبة لمدة شهر، لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يكفي خلاص تنحل المشكلة إن شاء الله. القولون، القولون تأخذ بزر الكراوية بذور اليانسون بذور الشمر، باقي واحد استنى، بذور القطون، في ناس بيسموها بذور نبات لسان الحمل، من كل نوع يا ابني كده تطحنها مثل بودرة وتشف يا ولدي ملعقة صغيرة شف وتشرب بعدها ماء قبل كل وجبة، بس تكملهم خلاص تنحل مشكلة القولون إن شاء الله نهائيا خلاص. جرثومة المعدة، جرثومة المعدة سهلة إن شاء الله، جرثومة، جرثومة المعدة عشبة واحدة، عشبة واحدة اسمها الفراسيون أو البدو، حنا البدو نسميها حشيشة الكل، حشيشة الكل، وفي ناس بيسموها الفراسيون، طبعا أفضل شيء هو السعودي والمغربي،
أفضل نوع في العالم هو السعودي والمغربي، وهو هذا أبيض الفراسيون الأبيض. تأخذ 150 غرام، 150 غرام، وتضع عليهم مستكة ملعقتين كبيرات مطحونات مثل بودرة، مع ربع كوب مطحون مثل بودرة زعتر بري أي أوريغانو. تطحنها مثل البودرة وتشف ملعقة صغيرة شف، وتشرب بعدها ماء قبل كل وجبة مباشرة، قبل تأكل تأخذهم تأكل حتى تكملهم خلاص، ما عاد ترجح لك مدى الحياة إن شاء الله. أروح مع السلامة. السؤال اللي بعد، قشرة الراس الدهنية، واحد عنده قشرة راس دهنية، خليك معي. خزامة زائد عرعر زائد تحط عليهم يا ابني بيكربونات الصوديوم، شوية بيكربونات الصوديوم، وتصب عليهم ماء ساخن. تحركهم وتتركهم يا ابني يبردوا، قبل يبردوا بشوي، وتغطيهم قبل يبردوا بشوي، تصفيهم مصفاية ناعمة وتغسل شعرك فيهم، وتحط عليهم كمان ملعقة قبل يبردوا بشوي، تصفيهم وتحط عليهم ملعقتين ثلاثة خل تفاح، تغسل راسك فيهم، تكرر جو وتتركه على راسك خلاص، تتركه حتى يجف لوحده، تتركه لمدة 3 ساعات 4 ساعات، بعدين خلاص ثاني يوم تغسل راسك ما عندك مشكلة، أو بعد 4-5 ساعات تغسل راسك، تكرر 3 أيام أو 5 أيام، بعد 5 أيام تجلب هذا الزيت السحري الرائع جدا. زيت جوز الهند، تمسح راسك بزيت جوز الهند، وصير يا ابني تجيب مشط خشب، تحط على راسك وتتركه 2-3 ساعات، بعد 2-3 ساعات تجيب مشط خشب تمشط فيه شوي تقشط، وبعدين تمسح تقشط شوي وتكرر كل يوم كم يوم، خلاص ما عاد يظل فيك لا قشرة دهنية ولا دهون ولا أي شيء إن شاء الله. السؤال اللي بعد، تشققات الجسم، عندك تشققات بالجسم، هذا زيت اسمه زيت البابونج. وش تعمل بزيت البابونج؟ زيت البابونج تأخذه وتحطه، زيت البابونج لونه أحمر، تحطه
هنا وتجيب يا ابني ما يلي، هتجيب يا ابني ألوفيرا أصلية طبيعية، ما تجيب ليش شينوا ومينوا، تأخذ شوية من الألوفيرا وتظلك تدلك فيهم حتى يصير لونه أبيض، حتى يصير لونه أبيض مثل الثلج، بس يصير لونه مثل أبيض مثل الثلج تدهن فيه أي تشققات بالجسم، خلاص نحل المشكلة إن شاء الله. يلا روح، الله معك. السؤال اللي بعده، الخلطة اللي بعد، السؤال اللي بعد، ممكن حاجة للشعر القصير؟ شعرك قصير؟ حاضر حاضر. هذه اسمها عشبة ذيل الحصان. وش اسمها؟ هذه وش اسمها؟ عشبة ذيل الحصان. زائد. البلميط. من كل نوع كده تطحنهم أكبر قدر ممكن وتطبخهم بزيت السمسم. زيت السمسم شوي تطبخهم وبس يبردوا، تظلك ترج فيهم كل يوم، كل شوي يومين ثلاث، ثم تصفيهم بمصفاة ناعمة وتستخدم هذا الزيت لتطويل الشعر. وقف عندك، هذا عشان نطول الشعر، ولكن هذا إذا الشعر يعني نموه قليل، نطبخ، نأخذ زيت سمسم ونحط عليه عشبة ذيل الحصان والبلميط، نطبخهم نرجهم بس يبردوا، نظل نرج فيهم يومين ثلاث بعدين نصفيهم. تستخدمي الزيت هذا فقط لشعرك، ولكن إذا شعرك ما بيطول، من يعني إذا شعرك توقف نموه، إذا نموه توقف نهائيا ومنذ فترة، يجب أن تضيفي على هذه الأعشاب ورق السدر والنبق وسعف النخيل، سعف النخيل ورق شجر التمر والسدر والنبق، النبق هو ثمر شجر السدر، زائد تأكلي خميرة البيرة كل يوم ثلاث حبات لمدة شهر، زائد تأكلي دبس التمر السعودي. دبس التمر السعودي ملعقة كبيرة كل يوم ثلاث مرات لمدة شهر ونص، خلاص يرجع شعرك يطول إن شاء الله. السؤال اللي بعده، البهاق، عندك بهاق؟ سهل ان شاء الله، سهل. تاخذ يا ابني ما يلي، بزر الفجل الاحمر أي نوع من بزر الفجل، ولكن إذا في أحمر أفضل، يعني الفجل الأحمر بزره، وبزر الجرجير، والقرد، عشبة اسمها القرد، القرد موجودة بكل الدول العربية، شجرة تنبت بكل الدول العربية اسمها القرد، أكاسيا موجودة بكل الدول العربية، حتى السعودية، حتى الكويت، حتى الإمارات، حتى قطر، حتى عمان، حتى البحرين، حتى سوريا، حتى المريخ، كل مكان
اسمها القرض، تاخذ منهم شوي كده، من هذا شوي ومن بذور الفجل شوي، تطحنهم مثل بودره وتطبخهم يا ابني مع زيت سمسم كده، بس يبردوا الضركه ترج فيهم يومين ثلاث وتصفيهم، بعدين تعصرهم كده زين بشكل جيد جدا. تستخدم هذا الزيت للبهاء كل يوم ثلاث مرات. طبعا الوصفه هذه اذا كنت فقير، طبعا هذه الوصفه اذا كنت فقير، اما اذا معك فلوس في خلطات اقوى. السؤال اللي بعده، نعم، المعده حرقت المعده، المعده جعده مجففه، جعده مجففه، قشر رمان، عفص، عفص، العفص، مرمرية أي ميرمية، وجذور، جذور ورد الخطمية، جذور ورد الخطمية، من كل نوع كده تطحنهم يا ابني مثل بودرة وتشف ملعقة صغيرة شف، وتشرب بعدها موية قبل كل وجبة، خلاص ما عاد بحياتك تشكي من سالفة المعدة نهائيا إن شاء الله تعالى. السؤال اللي بعده، ريحانة، 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 البث هذا مسجل، ريحانة البث هذا أنا بسجله وبحطه بقناتي على طوطيوب، بحطه بقناتي على الأحمر، البرنامج الأحمر موجود هنا، اضغطي هنا، 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 خشي هنا، 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 اضغطي تحت، بس تضغطي هنا تطلع بروفايلي تحت صورتي، قناتي، تلقي قناتي، قناتي، خشي عليها تلقي كل الفيديوهات اللي هنا، تلقيها هنا ومفصلة وعليها صور وشروحات أكثر. طيب السؤال اللي بعده، تنميل المعدة، معدتك بتنملك، بتنملك، بتنمل عليك، تأخذ قرنفل، كل ما تأكل بعد ما تأكل تأخذ مسمارين قرنفل، مسمارين عودين قرنفل، وتمضغهم ببطء عدة أيام بعد كل وجبة، خلاص تنحل المشكلة. السؤال اللي بعده، الخوف، واحد بيخاف، واحد بيخاف كثير، في واحد بيخاف كثير، تأخذ يا ابني عشبة القديسين، العشبة هذه اسمها القديسين أو القديس يوحنا، 50 غرام، 50 غرام، وتحط عليهم مليسة، 50 غرام مليسة، تحط عليهم 50 غرام خزامة، 50 غرام حشيشة الدينار، هذا عنده وسواس وقلق وخوف، واحد عنده وسواس وقلق وبيخاف، هذا الخلطة حقه هي هذه، 50 غرام عشبة القديسين، 50 غرام حشيشة الدينار، 50 غرام مليسة، 50 غرام خزامة، تطحنهم طحن خشن، وتأخذ ملعقة كبيرة تصب عليها ماء ساخن وبس تبرد، تصفيهم تشربهم قبل الفطور وقبل النوم يوميا لمدة شهر فقط، فقط شهر، وتأكل خمير، وتأكل خميرة البيرة كل يوم 3 حبات، وتأكل بودرة الكاكاو ملعقتين كبيرات صباحا لمدة شهر ونصف، تشرب موية كثير خلاص تشفي. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، دهون الكبد، عندك دهون بالكبد؟ سهلة إن شاء الله، سهلة، سهلة إن شاء الله جدا،
تاخذ يا ابني بزر شوك الاجمال، بزر شوك الاجمال كل يوم 3 كبسولات حتى تكمل علبه خلاص. تشوف شد الجسم هذا، هذا شو اسمه؟ هذا شو اسمه؟ الجوز، الجوز هذا هو الجوز. تاخذي الجوز هذا كده وتحمسي تحمسي حتى يحترق، حتى يحترق، بس يحترق تطحنيه مثل البودرة. شفت البودرة مثل ما هو كامل، يعني لا تقشري، لا تقشري الجوز، لا تقشري مثل ما هو، مثل ما هو لا تقشري، لا تقشري مثل هذا، نو مثل هذا كامل. تحمسيه حتى يحترق وتطحنيه مثل البودرة. بعد ما تطحنيه مثل البودرة تجيبي طين، الطين طين، الطين أنواع، في طين طين رخيص جدا منجيبه من الوادي، من الوادي أرض الوادي، يعني 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 مثلا إذا كنت بالسعودية، إذا كنت بالسعودية، إذا إذا كنت إذا كنت بالسعودية بالجنوب، بجنوب السعودية في وديان، وديان الوديان هذه بأرض الوادي في طين، هو هذا بتجففيه بيجفف بصير كده، تخلطيه كده طين كده مع عين القمل الجوز اللي طحناه، وتصيري يا بنتي وتحطي شوية بابونج مطحون أحسن، معقم يعني ومطري أيضا البابونج، تاخذي شوي منهم يا بنتي بعد ما تخلطيهم تطحنيهم مثل بودرة، تاخذي شوي كده وتصيري تدوشي، بعد ما تدوشي بعد ما تدوشي تاخذي شوية كده وتحطيهم مع ماء ورد، تخلطيهم مع شوية ماء ساخن، تخلطيهم وتصيري تفركي جسمك بيهم، فبيدك فرق فرق فرق، وجهك شعرك حتى شعرك حطي كده حتى الشعر يزبط الزعم بالشعر، جسمك وجهك فرق 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 فرق. 10 دقائق اجلسي اتركي حتى شوية شي ربع ساعة، 10 دقائق ربع ساعة بعدين اغسلي. بعد ما تكملي تطلعي من الدوش تنشفي، في عندنا زيت جبار جدا اسمه زيت الرمان، زيت الرمان كل 30 ملي القنينة تيجي 30 ملي كده، هذا هو، هذا هو زيت الرمان 30 ملي أصل تجيبي أو ملك تجيبي، تخلطي كل 30 ملي تخلطيهم مع زيت، مع مثلا شوية زيت جوز هند، ها شوية مثلا شوية زيت جوز هند، شوية زيت جوز هند، شوية زيت سمسم مثلا، شوية زيت خروة حلقدة، شوية زيت 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 اللوز المر، شوية اخلطيهم مع زيوت هذه وصيري تدهني جسمك فيهم فرق فرق فرق، خلاص البسي خلاص من أول مرة ينشد الجسم كله شد ممتاز جدا، لأنه زيت الرمان زيت جبار جدا للشد وللكلف وللنمش وللتصبغات، وبيعبي التشققات اللي عندها تشققات بالجسم وين ما كانت بيعالجها فورا من أول مرة سبحان الله. لا تنسي بالنسبة للطين، بالنسبة للطين هذا أرخص طين، في أفضل منه بكثير اسمه بنتو بنت، في أبيض في أحمر وفي أزرق أخضر، أخضر في أزرق أيضا، ولكن هذاك يعني الملكي السحري العجب العجاب. فإذا كنت مطنوخة تجيبي البنتو بنت، وإذا كنت منتوفة مثلي تجيبي الطين تبع الوادي، إن شاء الله تنحل المشكلة.